مساء الخير على الجميع وتحية مجددة مشاهدينا الكرام من خلال برنامج قانون اللعبة، البرنامج الرياضي اليومي اللي يسلط على أبرز الرياضات. وفي حلقتنا اليوم أكيد رياضة البادل اللي ماخذة حيز كبير في دولة الكويت، واستكمال الحلقات السابقة وكثير من القوانين المنتظرة في حلقتنا اليوم راح نسولف فيها، ولكن مع ضيفنا العزيز اللي راح نعرف سيرته الذاتية. رجعنا وياكم، خلوني ارحب في الكابتن معتوق المعتوق. حياك الله كابتن، ونورت مره اخرى في قانون اللعبه. الملعب وميدانيا دخلوا اللاعبين، حكم المباراه ناطرهم، دخلوا اثنين هني واثنين هني. بدايه ابي تقول لي شلون تعرف هذا الفريق؟ هل ازاي يكون لازم موحد، واللبس شلون يكون لكل لاعب؟ طبعا القانون حدد انه لازم يكون لبس رياضي، وحدد بالتفصيل انه ما يكون اللي هو اسميه الحفر. اي نعم، ما يصير اللاعب ينزل بلبس حفر، لكن يكون لبس رياضي وشورت. جميل. ما يصير ينزل البنطلون. حلو. والحذاء يكون ملائم للارضيه لملعب البادل. نوعيه تكرم الجواتي شلون تكون؟ هل هي نفسها مثلا ملوت لعبه كره الصالات مثلا، ما كره لا تختلف اختلاف كلي. المصممه احذيه البادل وانت بكرامه انها تكون معدة أن تكون في نوع من الانزلاق الخفيف. حلو. على الأرضية نفسها. حلو. لجانب تكتيكي داخل اللعبة. نعم. لأن حتى أرضية الملعب فيها حبيبات ترابية. جميل. صح. تساعد على الانزلاق، فأي حذاء غير مناسب للأرضية ممكن يتسبب بإصابة خطيرة. هذا التراب اللي أنت تتفضل فيه ما يتنظف، ما يقللون منه؟ لا، هو لازم يكون على مستوى معين بحيث أنه ما يأثر على ارتداد الكرة أولاً، وبحيث انه ما ياثر على ثبات اللاعبين داخل الملعب. حلو. اي نعم، لازم يكون على كميات معينه، ولكن هو لان طريقه الزوليه فيها فتحات تقريبا، فهو يكون مخشوش داخل يعني، ولكن هو يساعد على الانزلاق بطريقه معينه يعني. هذه الزوليه اللي تفضلت فيها نفس ملاعب التنس خلينا نقول؟ لا، مختلفه. مختلفه، لان هناك في ثلاث ملاعب تقريبا او ثلاث ارضيات، قلت يمكن واحده فيهم تكون متشابهه. لا، ارضيات التنس هي الصلبه والعشبيه والترابيه. ترابية. البادل الارضيه هذه اللي هي زوليه مختلفه عنهم. مختلفه عنهم تماما. تمام. ارخصهم؟ ما ندري ما ارخص من التنس. اي بس احنا نفضل ان يكون جوده الارضيه ممتازه حفاظا على سلامه اللاعبين. حلو. هنا شايف شغله حلوه والله عندكم بالبادل، تطلعون طلعات انتم ما ادري، لكن هذه الشطحه اشوفها مميزه، ويمكن هي تسويقيا اكثر. أشوف في ملعب لون وردي، وحافظين إحنا اللون كله لون أزرق، هذا الوردي من وين طالع لنا؟ هو القانون ما حدد شنو اللون الملعب. مفتوح. مفتوح شنو اللي تبي، ولكن اللاعب يبي يرتاح بالشو اسمه ملعب الوردي طبعا، أكيد حق خواتنا السيدات يعني صعب الرجال. لا أنا كحكم ما يعني أرتاح بالملعب يعني. ما تقدر تلعب فيه؟ ما أقدر صراحة يعني، مو مريح. الوردي منافسي بيلعب. ما ادري بس هو اهم شيء حكم انك رؤيته داخل صح الملعب. مزعجه والله. المزعج الارضيه الحمراء مزعجه. الحمراء. اي اوكي. الزرقاء افضل وايد، اهدى حق الانعكاس. حتى مع الكره. حتى مع الكره اي راح يكون الحمراء شوي متعبه. ولا حمراء متعبه؟ حمراء متعبه، خاصه اذا كان الاضاءه زياده. نعم. تعطي انعكاس مو مريح. كلامك سليم، لان اي لون سبحان الله على مساحه كبيره الاحمر تعطيني الارضيه الزرقاء، هي حتى حق اللاعبين يفضلون الارضيات الزرقاء ما يفضلون الحمراء. شتت النظر. الوردي اتوقع طقت. لا الوردي لا يعني شيء ثاني. تسويقيا طبعا اكيد 100% تسويقيا. بناتنا يحبون، يستاهلون الدلع. اروح الى بعد نزول اللاعبين عقب ما تاكد انهم لابسين اللبس الكامل، المضارب، طريقه المضرب، الكور. كم عدد الكور الموجوده؟ ثلاثة. عند كل فريق حددنا ثنتين ممكن تمشي المباراة، بس القانون يفضل ثلاث كرات. حلو. ما يزيد عن ثلاثة. رئيسية. الملعب مغلق. نعم. أكثر من ثلاث كرات راح يصير في فوضى داخل الملعب. صح. ثلاث كرات اللاعبين دائما يرتبون نفسهم، يحط الكرة الزايدة اللي ما تلعب. نعم. عند اللي هو عمود الشبكة والنت بوست. حلو. يحطها هناك بحيث إنه ما تأثر، إذا إن اللاعب إذا لمس كرة غير الكرة اللي قاعد تلعب فيها. أيوة. راح يخسر نقطة. كلامك سليم. اين. بعد ما توزعون قبلها نسوي القرعة. شلون القرعة؟
القرعة الدارج انا اشوف في جنطة اي هذه عدة جنطة. الحكم اي عطني اياها الحكم تدري شلون على ما تجهز العدة اي نعم وترتبها لنا اطلع بهذا التقرير مع المشاهدين ولا نعوده. رياضة البادل هي رياضة تربط بين ثلاث ألعاب وهي الإسكواش والتنس والراكت، ولم تختلف في جوهرها من حيث القواعد التي تحكم هذه اللعبة. بدأت في أواخر الستينيات بأسبانيا ولم تحقق انتشارا كبيرا إلا في التسعينيات، وفي البداية كانت هذه اللعبة مخصصة للطبقات الأرستقراطية، ولكنها انتشرت بعد ذلك وأصبحت من الألعاب الشعبية. رجعنا معكم بعد التقرير. عدة الحكم جاهزة، شلون على صفارة انذارات القرعة شلون بتكون ما أدري. كابتننا معتوقي معدوقي طلع الأدوات الحكم طبعا الدارج والله ياريت تبين حق المشاهد الكريم بالكاميرا عملات معدنية حلو طبعا لازم تكون كبيرة تكون واضحة جميل طبعا هذه شنو هي فلوس ولا هذه فلس فلس هذا شوفه يا سلام فلس كويتي هذه احنا على قولتهم نقول شب وكتب هذا حلوين واللي عندك هذا حق يشجعون ليفربول ليفربولية يتحمسون شوي حلو احمر وذهبي ممتاز هذه خذيتها من الامارات برج خليفة برج خليفة والبعير حلو جميل العملة لازم تكون كبيرة حلو تحدد شنو اللي تبي تحدد اللاعب شنو اللي يبي تشوف العملة شنو ممتاز عقب ما يطلع له والله انا برج خليفة اخترت وطلع لي برج خليفة اختار شنو بالضبط؟ لا ثلاث خيارات شنو هما؟ الخيار الاول اما الارسال او الاستقبال حلو اذا ما يبي ارسال او استقبال ممكن تشوف اتجاه الريح او الشمس حلو يقول له بجهه الملعب فبهالحاله الفريق الثاني يحدد هل يستقبل او يرسل نعم انزين تمام الخيار الثالث اللاعب يتنازل بخيارات القرعه حق اللي خسر القرعه صح يقول خلاص شباب انتم اختاروا اي نعم فهني يعني هي ما راح تاخذ مرنه الان مرنه ما في تعقيدات لا ما فيها تعقيدات تفضل هذه احد شو اسمه الادوات طبعا الحكم لازم يكون عند الصفاره لا ما في صفاره ما في صفاره لا لا ما فيها صفاره بالاصابع تصفر لا الحكم عنده كولز اللي هم النداء نداء حلو نداء اعلان النتيجه اعلان النتيجه تقريبا نفس التنس هو واحد يعني نعم. 15 لوف 15 اول 30 لوف حلو نفس التنس الارضي نفس التنس باستثناء احنا عندنا نظام اللي هو نو ادفانتج سكور تمام اللي ما في ادفانتج حلو بالتنس نقول ديوس صح بالبادل نقول جولدن ذهبي جولد ذهبي يعني تفرق جولدن اي تفرق بالنقطه بس اي بالتنس النقطتين اي بالتنس على حسب ايضا في نظام بس ما يسمونه الجولدن يسمونه اللي هو الديسايدنج بوينت ريسيفر تشويس بس هو نفس الجولدن ممتاز انه يحدد اللاعب يرفع المضرب المستقبل ايه المستقبل يرفع المضرب انا بستقبل الكره استقبل الارسال تمام سواء كان على اليمين او اليسار زين حسابيا شلون تكون نفس الارقام نفس التنس الارضي بالضبط نفس 15 30 40 جيم جيم كم شوط يكون نفس التنس ست اشواط يخلص الجيم لازم فرق اثنين يعني ستة اربعة نعم ستة خمسة ما يخلص عفوا ما تخلص المجموعة حلو تمدد الى السبعة صحيح في حال التعادل ستة الجميع يلعبون شوط كسر التعادل من سبع نقاط لازم الفريق ياخذ سبع نقاط وفرق اثنين حلو اي نعم فتنتهي سبعة ستة حلو في المجموعة يسمونها مجموعة السوبر تاي بريك نعم. او الماتش تاي بريك 10 نقاط مجموعة كاملة نعم. ما يكون فيها اشواط عادية 10 نقاط اللي يجيب 10 نقاط يكون فاز بالمباراة حلو كم مجموعة بشكل عام؟ مجموعتين ثلاث مجموعات ثلاث مجموعات اي نعم حتى البطولات الدولية ثلاث مجموعات كلها ثلاث مجموعات تقريبا ايش كثر ياخذ وقت؟ هو هذا السؤال احنا ما نحب احد يسألنا كحكام زين خاصة لما نكون برا الكورت ونحكم داخل الكويت يعني في بطولات يعني جزمه يجيك واحد منظمين متى تخلص المباراة؟ ايه ما ادري ما تدري صحيح في مباراة تاخذ نص ساعة حلو في مباراة تاخذ 40 دقيقة حلو في مباراة تاخذ ساعة نعم في مباراة تاخذ ساعتين وهذه على شيء او اكثر شيء يعني نقول والله انا حتى على المستوى الدولي حتى على المستوى الدولي انا اتوقع انا حكمت مباراة ساعتين وربع بالبادل اي نعم بالتنس وصلت اربع ساعات حلو بهذا الوقت في توقف راحة مثلا اي طبعا
في بين راحة بين الأشواط كل شيء. بعد أول شوط ما في راحة، بعد الشوط الثالث يسمونه التشينج أوفر. حلو. يكون في راحة دقيقة ونص للاعبين. والراحة بين المجموعتين جميل. دقيقتين. جميل. أي نعم. بوقف إلى هذا الحد، ولكن خلاص الحلقة الجاية والجزء الأخير أبي أعرف أكثر عن طريقة اللعب ولمس الكرة ومتى الكرة تنتهي. في حالات كثيرة أكيد غريبة تمر علينا، وبالعكس قاعد ندهش من الفنيات اللي قاعد يقدمونها اللاعبين في الحلقة الجاية إن شاء الله. شكرا كابتن معتوق، الشكر الأكبر لكم أنتم مشاهدينا. الوعد في الحلقة القادمة وهي الأخيرة من سلسلتنا مع الكابتن معتوق المعتوق. فما الله.